ولنقاش ملف الواقع التعليمي في العراق وتهالك الأبنية المدرسية ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم ومشاهديكم الأكارم. دكتور، باعتراف من وزارة التعليم الحالية فإن 45% من المدارس متهالكة وبحاجة إلى ترميم، إلى أي مدى عجزت الميزانيات المليارية الضخمة عن ترميم أو بناء المدارس العراقية؟ طبعا للأسف أنه هناك عدم اهتمام في بنية التربية والتعليم في العراق، ولذلك نجد أن هناك مخطط تدميري كامل جاء به المحتل، وكذلك مخطط صهيوني إمبريالي إيراني من أجل تدمير هذا المجتمع حتى أن لا يتخلله بناء مدارس، وإنما على العكس هدمت الكثير من المدارس. المدارس التي كانت قد أقيمت في عهود سابقة والتعليم كان إلزاميا كما هو معروف، حتى هذا هناك نص في دستور عام 1970 أنه التعليم إلزامي، ولكن للأسف أن هناك شلة سيطرت على السلطة همها الوحيد تجهيل الشعب العراقي، ولذلك أن البنايات التي كانت قديما وتحتاج إلى ترميم ذهبت كل الأموال التي خصصت في موازنة الدولة لهذه المدارس إلى جيوب الآخرين، لأنه الفساد الإداري والمالي هو فساد متفشي منذ عام 2003 ولحد اليوم. دكتور، بالحديث عن هذه الموازنات التي ذكرتموها، كيف يفسر استحواذ الأمن والدفاع على الحصة الأكبر من موازنة الحكومة كل عام ولمحاربة ما يعرف بالإرهاب والقضاء على هذا الإرهاب، وتغييب الميزانيات اللازمة لملف التعليم والتربية؟ الحكومات الحالية تعطي أهمية لما يسمى بالأمن والدفاع عن الوطن، ولكن ليس هناك أمن لأن هناك ميليشيات هي تقوم بعمليات متعددة، عمليات قذرة لضرب المجتمع العراقي ولضرب الناس الذين يطالبون بالعيش في وطن كريم. وحتى أنه سيادة العراق سيادة منتهكة، وهكذا نشاهد هذه الأيام أن هناك اعتداءات على هذه السيادة، ويدعون أنهم يرصدون مبالغ كبيرة من أجل دعم وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، وللأسف أنه لن نجد أي أمن واستقرار في هذا البلد، وإنما هناك أسلحة وهذه الأسلحة متواجدة لدى الميليشيات، هذه الميليشيات المنفلتة والتي تقوم بهذه العمليات. أين هو الأمن حاليا في العراق؟ أين هي سيادة العراق وهم يصرفون مبالغ طائلة من أجل شراء أسلحة ولكنهم لم يتصدوا حتى في اعتداءات دول الجوار ومنها إيران؟ نعم. في إطلاق صواريخ متعددة على العراق انتهاكا لسيادة هذا الوطن وتصريحاتهم هذه المقيتة، وكأنه العراق هو محافظة من محافظات إيران. لا، العراق والشعب العراقي لم يسكت أبدا عن هذه التصرفات التي هي مخلة بأمن وسيادة الوطن. الحديث أيضا عن هذا الواقع التعليمي في العراق ربما يقودنا للحديث عن الإحصائيات الأخيرة عن أن قرابة نصف الشعب العراقي أمي، إلى أي مدى تعكس هذه الإحصائيات وضع التعليم الحقيقي في العراق؟ صحيح، لأنهم لن يفتحوا المجال
لهذا الشعب أن يقوم في مهمات حقيقية من أجل بناء مؤسسات تربوية وتعليم عالي، وإنما هو على العكس، المدارس غير موجودة، الطلاب لا يمكن لهم أن يدخلوا إلى مدرسة طينية. هذه المدرسة التي هي ليست بمواصفات تهتم طبيعة النظام التعليمي التي تعود عليها الطالب. عندما كنا طلاب حتى في أيام العهد الملكي كانت هناك عناية ورعاية للطلاب في مجال إعدادهم، لأنه الكادر العراقي هو يعتمد على بناء أسس هذه المدارس وأسس التعليم في هذه المدارس، فلا مناهج ولا أساتذة، وإنما بالعكس إنهم يريدون أن ينفذوا هذا المشروع لتدمير هذا المجتمع. وكما سبق وأن قلت إنه هو مخطط إمبريالي صهيوني إيراني لتدمير هذا المجتمع، حتى لا يكون هذا المجتمع بجهوزية عالية. نعم. وكما هو معروف إن في البلدان العالم كلها تعتمد على مسألة إعداد الكوادر في أمور فنية وعلمية وثقافية، ولذلك أن هناك عمل كبير من أجل إجهاض هذا التعليم الذي تعود العراق عليه في بناء كوادر أساسية في مجالات الصناعة والزراعة، وبناء مجتمع حضاري متمدن يكون فيها للكادر العلمي أهمية كبيرة وقصوى. للأسف أنه هذه الحكومات هي عملت من أجل إفساد المجتمع، ولذلك نجد أن الطلاب لا يذهبون للمدارس وإنما يساعدون أهلهم. لأنه ليست هناك تعيينات للأهل، ليس هناك تخطيط لهذا البلد من أجل بناء مجتمع حضاري متميز يعمل فيه الإنسان كل في اتجاه معين. شكرا جزيلا لك. الزراعة وفي الصناعة. أشكرك دكتور محمد جواد فارس، الكاتب والباحث السياسي، حدثتنا عبر الهاتف من لندن.